هو عز شتائهم، البرد قارس ما نحكي لكش، ولكن باريس مشتعلة على إيقاع القمة، تنتظر زوال الغمة، تحتاج في ذلك لهمة، الهمة الهمة يا شباب. بعد 3-1 بالذهاب قدام ريال الأمجاد ليست مستحيلة، ولكن ليست بالسهولة التي تتوقعون. تقاليد البطولة وثقافة الشامبيونز مرسخة في الأبيض أبعا جد يا سادة. تشكيلة باريس سان جيرمان لحراسة المرمى أريولا، رقم 32 ألفيش، على اليسار بيرتشيش، 5 ماركينوس، رقم 2 القائد تياغو سيلفا، وسط الميدان هو زيارة مرمى ألفونس أريولا. ترجع الكرة من رافا فاران، فاران لرامو، فعيل مثل بيرتشيش، ترجع كرة خطيرة صعبة جدا ويغادر الحارس مرماه، كرة عن طريق كيلور، يلعب ديكوس ديكوس طريق نافاس، يلعب رونالدو، يمشي الدون، يضرب رونالدو في ظهر موتا وموتا في التمس، يعرف انه اليوم عيد ميلاد الريال، يمشي مدريد جاب كورنر، سكن سكينة للمرينجي. اليوم 6 مارس، هرب كريستيانو، يدخل رونالدو، رونالدو صعبة، بنزيما والكورة من كريم، كريم بنزيما جاب كورنر، ركنية للريال مدريد، شوف الكورة، شوف اسينسيو، شوف اسينسيو، ألفيش، كورة من ألفيش، حلوة برشا، في دار الدفاع، يلعب كورة مبابي، يا مبابي، يا الجرو إم. امبابي كان ممكن يجيب الهدف، فماش تسلل، فماش تسلل، هدا فاسكيز كريستيانو، رونالدو فاسكيز، واحدة في خطيرة بنزيما، وكرة غريبة يا كريم، غريبة يا كريم، غريبة يا كريم، الله يا معين، شوف الكرة، شوف الكرة، جيتك يا معين بالنتيجة، يرجع بالكرة اسينسيو، وكرة هدف، وكرة هدف كريستيانو رونالدو، أو راموس، 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 راموس. مش ممكن اسينسيو، شوف راموس وين ما قادر على التسجيل. ترجع الكرة بنزيما، بنزيما وكرة أخرى ضايعة، كرة أخرى ضايعة من كريم، وثلاث مرات في آخر 4 سنين، يمشي مدريد خطيرة، عرضية قريبة، يضغط لوكاس، فما فاول البي جي، فماش كلام، فما فاول لباريس. فوق الجدار، فوق الجدار، دي ماريا ركنية، دي ماريا انخل الارجنتيني اللي اكتشفت اوروبا من بوابة ليسا، يربح خطا له، فماش فاول، يمشي مبابي على القائم الثاني وري، كرة صعبة على المرنجي، أولى المحاولات المتجرة فيها من الفريق المحلي، أول الفرص الحقيقية مونجا الهربة، غلطة من الدفاع المدريدي، دي ماريا اصنع الفرق، راموس، راموس كسر عن الأنياب، الشامبيونز ليج بطولته، حبيبته وما الحب إلا للحبيب الأول، البطولة انطلقت في 56، نظر لها الريال، غمس لها الريال، همس رما، الريال مليح ومزيان وباهي ولكن الكرة جوال، الكرة في الشباك، باريس سان جيرمان وخط على كافاني. خط على الهداف التاريخي لباريس، كرة كارفاخال، كارفاخال للوكاس واسكوز، والدفاع والضغط على تياغو سيلفا، خرجت سلامات رونالدو ومع كريس، خطيرة بنزيما، ينهيها كريم، يمشي بنزيما، بنزيما ويضيع الهدف القاتل، كريم بنزيما يقلب الطاولة على الريال، تتذكر، تذكر معايا بارادا ريولا، تذكروا معي بارادا ريولا، الريولا يوقف بنزيما، مش ممكن، خطيرة كوفاسيت، يرجع بالراس الباري يعاني، والتسديدة وقريبة جدا، كوفاسيتش وكارفاخال. شوط عالمي للريال مدريد، انا على احد الفيش صاروخيه، فيراتي كره عرضيه خطيره، دي ماريا اخطر كره في الشوط الاول، اخطر كره باريزيه في الشوط الاول، الله على لعبه المثلث، الله على مثلث برمودا، هذا مثلث باري في الشوط الاول، الفريق الباريسي يهاجم، كره من مبابي وضيع الهدف الاول، مبابي الفرنسي من اب كونغولي وام جزائريه، اسمع بنزيما ترجع كرة دي ماريا، يلعب كرة دي ماريا، كافاني لمبابي، والكرة مشت سليمة. الريال الآن من مصالحه نهاية الشوط الأول، الكرة الأوروبية والنتيجة 0-0، ضربت في كافاني، طلعت برا.
ضربة مرمى ميمو حط الكرة على طريق مارسيلو، مارسيلو جاب الكرة راسية خطيرة جول مش ممكن يا المدريد. يا كريستيانو الطاير الشبح الطاير كرة حلوة وسط الريال الفيش جولاتو جول 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 كريستيانو رونالدو الطاير الشبح الطاير الفانتوم تحلق فوق أجواء توريفيل وتعمل دورة وطلع على السير الدفاع الباريسي ترجع كرة من مارسيلو مارسيلو بنزيما بنزيما كرة على القائم فرصة الهدف الثاني من أساسيو فرصة الهدف الثاني من البدايات من صعوبات وسط الميدان ترجع بالرأس خطيرة والرأسية التعادل التعادل الباريسي التعادل الباريسي عن طريق خافير باستوري هدف التعادل لباريس سان جيرمان هدف التعادل من توزيعه كروس على اليسار في الكره كريم بنزيما 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 خرجوه خرجوه طلعوه هربوه على الحدود خرج رونالدو رابيو والكره خطيره وفرصه والهدف الثاني الهدف الثاني من كازيميرو خلاص انتهت كازيميرو جاب الثاني كازيميرو جاب الثاني قلت لك لن تنتهي هدف لهدف هناك الثاني في البال هناك الثاني في العداد والعتاد المدريدي والعناد المدريدي يعني كي نبداو دور ال 16 دوري الابطال 12 ربح زوز تعادل زوز هزايم والريال الثالث والقائم اوه كوره كبيره كوره كبيره اسكو